السلام عليكم خوتي، لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. المهم في هذا الفيديو نحاول نشرح لكم على هذا الابليكاسيون ديال تايم فيور. هاد الابليكاسيون موجودة في سواء في الكمبيوتر سواء في الاجهزة ديال الموبايل، سواء الاندرويد او الاي او اس. المهم نشرح لكم الوظيفة ديالها. الوظيفة ديالها هي تتعدك بانك تبارطاجي لي غوسورس ديالك مع شخص اخر. ولو مثلا انا عندي واحد الجهاز ديالي فيه شي مشكله ولا يقدر يصلحوا لي، يصلح لي مثلا هذه المشكله في مدينه اخرى، شنو يكون التواصل بيناتنا؟ هي هذه الابليكاسيون. الابليكاسيون تسمح له بانه سيطر الاحقيه بانه يدخل للهاتف ديالي ويستعمل المسائل اللي فيه ويحل المشكله. يعني طريقه الاستخدام ديالها اننا يجيو لها ثلاثة النقاط، تندخلو السيتينغ، تنعاودو عيدا، تيجبرو هاد الاي دي. الاي دي تنعطيوه للشخص. المهم مي تنعطيوه هاد الاي دي هو تيدخلو، تيطلب له كود. ديك كود مين نجيبو؟ هنجي السيتينغ، كود نجيبو مادام ما نسجلها فينا. يعني نعمل ساين اب وندخل المعلومات ديالي ونسجل ونعدل الادريس الايميل ديالي وهاديك ده. في الاخر يعطيوني واحد كود، داك كود احتفظوا به بانه تبقاو تبارطاجيو به الخصوص ديالكم، وتسمح لنا بانه من غير يعني الريموت كنترول، يعني الاداره تحكم. كاين الفايل ترانس، يعني تقدر تحفظ الملفات التايم فيور. المهم هذا هو الدرس ديالنا، تنتمنى تشاركوا في القناة. الله يعاونكم.